إذن أعزائي المشاهدين، المنظور الأوسع لهذه الانتخابات هي أنها صراع جمهوري ديمقراطي على من ستكون له الغلبة في واشنطن. لكن في سبيل هذا الهدف الذي يسعى إليه ساسة واشنطن، يبدو أن المصوتين لا يهتمون كثيرا بلون الحزب أثناء تصويتهم، بل يهتمون بشخصية المرشح. ففي هذه الانتخابات لا نشهد موجة شعبية عارمة معارضة للديمقراطيين أو موجة شعبية مؤيدة للجمهوريين، فيمكن التحدث عن موجة حمراء أو زرقاء إذا كان حزب يتفوق على الآخر بأكثر من 4 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي. لكن الاستطلاعات في السباقات الانتخابية الحاسمة لا تمنح أي حزب تفوقاً على الحزب الآخر بأكثر من 2%، وتتأرجح هذه النسب منذ أسابيع. لنضرب مثالاً على ذلك، في ولاية بنسلفانيا يتنافس على منصب الحاكم الديمقراطي جوش شابيرو مقابل الجمهوري المدعوم من ترامب دوغ ماستريانو، ويتفوق الديمقراطي على الجمهوري بأكثر من 10 نقاط أو 10% في استطلاعات الرأي، أي أن المقعد ديمقراطي بشكل شبه مؤكد. لكن إذا نظرنا إلى منصب عضو مجلس الشيوخ، فيتنافس على المنصب الديمقراطي جون فيترمان والجمهوري المدعوم من ترامب محمد أوز، والهامش بينهما في استطلاعات الرأي أقل من 1%. إذن التصويت ليس حزبياً بل على شخصية المرشح. كان فيترمان متقدماً في استطلاعات الرأي، لكن مع ظهوره وهو يعاني أثناء الحديث بسبب إصابته بجلطة دماغية قبل 5 أشهر تراجعت حظوظه. أي أننا نشهد نفس الناخب في بنسلفانيا يصوت لحاكم ديمقراطي ويصوت في نفس الوقت لعضو مجلس شيوخ جمهوري يدعمه الرئيس السابق دونالد ترامب. Saying tonight that you support fracking, that you've always supported fracking, but there is that 2018 interview that you said, quote, I don't support fracking at all. So how do you square the two? I do support fracking, and I support fracking, and I stand and I do support fracking. And let's also talk about the elephant in the room. I had a stroke. He's never let me forget that. When all the votes are tallied, I am confident we will win.